مساء الخير يا اللي وحشتني. النهارده حلقة ممتعة. أنا عارف أنا بقول إيه، كل الأبراج رجل أو امرأة بقى من المركز ال 12 للمركز الأول. أكتر الأبراج لهفة على الحبيب، الحبيب لما تكون بتحب بجد. يعني في أبراج لما بتحب بجد بتبقى ملهوفة كده، دايما تحس أو في أغلب الأوقات في شوق، في لهفة، في انجذاب. طبعا أي واحد بيحب اوريدي ومعروفة هيكون في لهفة، بس احنا بدرجات مش كده ولا ايه؟ هنبتدي بقى نرتب كده، ولكن 3 ثواني فقط. اقول لكم اهلا بيكم، ارحب بيكم، والجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، او عيلة القدام كالعادة ما شاء الله يقوموا معاه بالواجب يعني. ويلا بينا نبتدي على طول. توقعوا، كل حد يتوقع برجه هيجي في المركز الكام، وحد اذكى شوية يقول لنا مين اللي هيكون في المركز الاول. وفي نصيحة مهمة قوي قوي في حلقة النهاردة لا غنى عنها، هنقولها في النهاية، اللي هو انت لو مرتبط بحد من الابراج اللي تحت دي ما تظلمهاش، لان يعني خليها في الاخر عشان ما اطولش عليكم في البداية. تعالوا بينا نبتدي كده بالمركز ال 12. في المركز ال 12 من الاقل للاكثر، اي اقل الابراج مقارنة بغيرها لهفة على حبيبها، هو رجل او امرأة برج العذراء. شئنا ابينا اتفقنا اختلفنا، علم الفلك والدراسات بيقول لك اكتر من 90% من مواليد الابراج دي كده. قارنها بغيرها هتعرف، وده مش معناه ان مفيش لهفة ابدا، احنا بنقارن يا جماعة الموضوع بدرجة. رجل او امرأة برج العذراء الترابي اعلى منه في المركز ال11، رجل او امرأة برج الدلو الهوائي. من اقل الشخصيات اللي ممكن انت تشعر منها كحبيب بلهفة، او حتى المحيطين. خلي بالك، العذراء الاقل في المركز ال12، الدلو اعلى ال11، ما بيعرفوش ان هم يبقى فيه لهفة، او اللهفة بتاعتهم مش بالدرجة الاوفر زي ابراج القمة مثلا. اعلى منه في المركز ال10، رجل او امرأة برج الثور الترابي، وهنا الرجل اشد بكتير، يعتبر من الابراج قليلة اللهفة، او اللي لهفتها مش عالية اوي بالدرجة اللي في بالك على الحبيب بالذات الرجل. لذلك الابراج دي من اكتر الابراج، ولا بلاش نوي الحته دي، نعلى اكتر ونخش في منطقه وسطى عشان نوصل للمركز التاسع. هنلاقي رجل او امراه برج الجدي الترابي. يا برج الجدي، مهما كنت شايف نفسك ملهوف على الحبيب اللي انت مرتبط بيه، اعرف ان اللهفه بتاعتك دي مش حاجه مقارنه بالابراج اللي هتيجي سبقاك. اولهم رجل او امراه برج العقرب اللي بيجي في المركز الثامن. بدأنا ندخل في المية ولهفة المية وعقلانية رجل أو امرأة برج العقرب من الصفات الرئيسية اللي هتلعب دور كبير قوي. ما تخلوش يجي من الأبراج اللي بتصنف في علم الفلك ملهوفة قوي على الحبيب مقارنة بغيرها. نعلى أكتر، وقبل ما نوصل للمركز السابع يا ريت تدعموا الحلقة دي بلايك، مهمة قوي عشان توصل لبقية أفراد عيلتنا رجاء يعني، وكمان صفحتنا على الفيسبوك محمد ابو زيد. بس اي حد تاني نصاب اعملوا له بلوك، معلش كلمتين واقفين في زوري لازم اقولهم يعني. المركز السابع هنخش في الجد اكتر واكتر، وهنلتقي برجل او امرأة برج السرطان المائي. رغم المشاعر العالية لما البرج ده بيحب، ولكن في حاجات تانية في صفاته ممكن تكون تعرفها او لا هتخليه يجي في المركز ده، صدقني اشتري مني. عشان كده انت ممكن سوء فهم يحصل عندك وتتهم الابراج دي ان هي ابراج بارده شويه، ما بتعرفش تحب بالدرجه اللي انت عايزها، بتقتلك او بطيئه شويتين. كل ده هتلاقي الابراج دي متهمه بيه من الحبيب، يا اما يقول لك بطيئه، يا اما يقول لك مشاعرها مش فاهمها، يا اما يقول لك مش واضحه، يا اما تقول لك مش غامضه، يا اما يقول لك في بعض الاحيان بحس انه ما بيحبنيش. هنقول في النهاية ده ليه وتتعامل معاه ازاي. انت بيتهيألك كده، انت واهم نفسك على فكرة. باختصار الاجابة لانك ما تعرفش طباع الابراج دي. نخش في الجد اكتر واكتر، جد اكتر واكتر، وفي موضوع حلقتنا اكتر واكتر. وانا قلت مش معناه ان الابراج دي لما بتحب مفيش لهفة اطلاقا، ولكن اللهفة بتاعتها مقارنة بغيرها اقل. هنلتقي برجل او امرأة برج الجوزاء اللي بيجي في المركز السابع. السادس عفوا، رجل او امرأة برج الجوزاء الهوائي. هنخش في الجد شوية، اللهفة هنا ملحوظة شوية، اللهفة هنا
باينة واضحة عند برج الجوزاء، ولكن مش زي أبدا درجة اللهفة اللي موجودة عند برج القوس اللي بيجي في المركز الخامس. لما يحبوا قوي تحس إن هم ملهوفين قوي، لهفة بحرارة كمان إنجاز التعبير. ولكن كل الأبراج دي مش زي رجل أو امرأة برج الميزان اللي بيتربع على عرش المركز الرابع عشان يجي بين أو ياخد مركز يخليه ويصنفه واحد من أكتر الأبراج اللي بتبقى ملهوفة على الحبيب لما تحب. بجد احنا دخلنا حرفيا في موضوع حلقتنا لما نلتقي كمان برجل أو امرأة أو برج أشد وأشد وأعتى من كل الأبراج دي في المواضيع دي. برج رجل أو امرأة برج الحمل الناري من أكتر الأبراج اللي لما تحب بجد تلاقيها ملهوفة قوي، واللهفة واضحة في عينيها وفي تعاملاتها وفي مواقفها. بس الحمل هنا في استثناء، ساعات بيقفل شوية، ساعات بياخد قفلة مع نفسه شوية كده. ثنائي بقى المتصدر المركز الثاني ومتصدر الأبراج، حد توقع؟ حد بيكتب برج الحوت ضرب لنفسه مركز متقدم جدا وممتاز في حلقة النهاردة، رجل أو امرأة عشان يجي في المركز الثاني. الحوت لو حب بجد وانت بقيت على هواه وما زعلتوش هتلاقي منه لهفة جنونية، اشتري مني. واذا انت تعرضت لحاجة غير كده يبقى ده استثناء القاعدة اللي بنقول عليه دايما في حلقاتنا. الحوت من اكتر الابراج، رجل او امرأة لما تحب بجد والعلاقة حلوة مفيش توترات تحس بلهفة في عينيه وفي كلامه وفي نظرته وفي حركاته وفي كل حاجة. بينما حد توقع او حد تخيل ان برج الاسد الناري هيتصدر الابراج في حلقة النهاردة؟ انتوا عارفين ان برج الاسد ده فعلا هو اكتر الابراج اللي ممكن لو حبت بجد تحارب الدنيا عشانك، رجل او امرأة، او من اكتر الابراج مرأة الاسد تحديدا، انثى الاسد اشد بكتير من الرجل هنا، اكتر الابراج اللي لو حبت بجد وعلاقتك بيها حلوة يعني مفيش توترات ولا زعل كده تحس بلهفة غير عادية، البرج ده تحس ان هياكلك. يعني البرج ده تحس ان هو من اللهفة هياكلك، عايزك معاه 48 ساعة في ال 24 ساعة. ازاي؟ معرفش، خرجنا من المنطقية وصلنا للا منطقي. هو برج الاسد كده كده كل الابراج من المركز ال12 للاول. يسعدني جدا ان انا اقرا تعليقاتكم لان احنا عيلة واحدة وانا بقرا كل تعليقاتكم. عامة قنواتنا التانية الانستجرام والفيسبوك اللي بيسأل ازاي اتواصل معاك، كل ده في اول تعليق وصف الفيديو. تشرفوني جدا واتمنى ان انتوا تنضموا لنا. تقريبا عندنا لايف كل ليلة الساعة 9 على الانستجرام، بعده بساعة على الفيسبوك. كنت هنسى اقول والله النصيحة لانها مهمة قوي. مرتبط انت بقى بحد من ابراج القاع، اياك ان انت تتهمهم او تظلمهم ان هو مش ملهوفين او ما بيحبكش او الخ الخ او باردين او الكلام الفاضي ده، لانه هيبقى من وجهة نظرك انت هو مش فيهم، هما طباعهم كده، هو الموضوع عندهم كده، درجته كده في عقلانية وفي اتزان. اللي بيحصل ايه؟ بيبقى حد مرتبط ببرج من ابراج القمة سي اسد او حمل او قوس وانتهت العلاقة، وبيجي يرتبط ببرج من ابراج اللي هي القاع اللي جت معانا، مثلا عذراء او دلو او جدي او طور، فيبدأ يقارن يقول لك الله ده اللي انا كنت مرتبط بيه الاول اللي كان برج الاسد كان بيحبني وملهوف وبشوف اللهفة دايما، انما برج العذراء ده انا مش حاسس باللهفة، اذا البرج ده بارد. شفتوا بقى حكم الناس بيجي منين؟ من كده. لا هو مش بارد، انت اللي ما انتش عارف طباع وصفات الابراج وان كل حاجة ربنا خلقها فيهم بدرجات، زي ما الرومانسية عندك بدرجات والعصبية بدرجات والعند والأنانية والشجاعة والكرم كل ده مش بدرجات ولا ايه؟ كمان اللهفة بدرجات، دي اللي انت تبقى عارفاه واللي انت تبقى عارفه عشان ما تظلمش الطرف الاخر وتقول ده ما بيحبنيش. ولذلك انا في حلقات العلاقات انصحك دايما بلاش تحط حبيبك اللي معاك موضع مقارنة لانك هتتعب. نصيحة، شوف بقى حلو ازاي لما نربط بين علم النفس وعلم الفلك، جميل ازاي بقى. هو ده اللي انا عملته في الحلقة بتاعة النهاردة وحبيت ان انا اوصله لكم في النهاية. بحبكم جدا، هتوحشوني، ان شاء الله نلتقي بكم.